عايزين نقابل مدير المصلحة أو الدكتور اللي كتب تقرير على أبو زيد. أنا الدكتور اللي كتب تقرير علاء. حضرتك مين؟ في مقام أخو الشهيد. أخو الشهيد أهو. طيب يبقى الأصول يا جدعان إن الكلام يبقى مع أخو الشهيد. أنا أزلك يا رجالة. بقاء لله. بقاء لله. هو في عزف شهيد يا دكتور؟ بقولك كام عشان تكتب أنت كتبته يا دكتور؟ هم 468 جنيه اللي باخدهم كل شهر. كمان ليك نفس تهزر وانت مضيع دم اخونا يا بجحتك. على فكره انا مش دوري ان انا اضيع دم اخوك او احافظ على دم اخوك، انا دوري اقول هو مات ازاي. هو مات ازاي؟ مات بعيار ناري من مسافه قريبه. قد اللي بيني وبينك كده. القاتل رفع ايده الشمال وضرب بزاويه قايمه هنا كده بالظبط. اللي قتل الشهيد قناصر وكل الناس تعرف كده كويس، وانت بتقريرك ده بتحاول تداري عن الداخلية. التقرير باطل، التقرير باطل. احنا نلزمهم يا دكتور. بالك لو قالوا نلزمهم سمعوك كنت بتقول ابن حكيتهم مصر تيس مرات في شهيد هيعملوا فيك ايه؟ الدنيا هتولع والنار هتطولك انت والمشرحة كلها. قدامكم غايب بكره هجيلكوا زي دلوقتي. انا اشتريت تصريح الدم وقلت مش شايف. ان شاء الله ان شاء الله كله خير يا استاذ، كله خير. لسه بتعيطي؟ أبوكي لو رجع وشافك كده حيطين عيشتك. العياط مش حلوة عشان صحتك. مشكلة النظام يا ياسين، اي نظام في الدنيا، ان اللي على الكرسي ده يقع. لما بنقع سكاكين الديانه بتكتر، بالظبط اللي حصل مع الدكتور المانستيرلي. ما انت عارف ربنا ما يوقع حد في دقيقته ابدا ابدا. عشان كده ايه الدرس اللي المفروض نتعلمه؟ ان اللي قاعد على الكرسي ده ما يعتمدش على اللي حواليه، عشان اللي حواليه هم اللي بيودوه في داهيه. حضرتك ناويه بقى ايه جثه تجيلنا المشرحه هنا حضرتك تشرحيها بنفسك؟ ناويه ان محدش يتكلم من غير اذني، سواء للاعلام او لاهالي الحالات يا دكتور. وكنت تفضلي ان اهالي علاء ابو زيد يجوا لنا هنا المصلحه يتكلموا معانا جوه؟ كنت افضل ان انت ما تتكلمش عن التقرير من الاساس مع الجرايد. انا ما اتكلمتش مع الجرايد عن التقرير. شوفي بقى مين من مكتب سيادتك أو من المسرحة اللي حضرتك مدوراها بيطلع تقاريرنا الأولية للجرايد. وبالمرة بقى ابعت لهم صورة حلوة تليق بيا. استنى. أول العالم اللي بره دول ما يمشوا تاخد يومين أجازة. اتفضل. معلش يا أستاذة مش هينفع، الدكتورة مارسيل مانعة. بس أنا صحافة يا فتحي. صحافة على عيننا وعلى راسنا، حضرتك عايزة مين؟ عايزة أدخل لدكتورة محاسن أو دكتور ياسين المنستري. يبقى حضرتك بقى محتاجه تصريح تجيبيه من وزاره العدل واحنا تحت امر. طب بس يا دكتوره. معلش يا استاذه اوامر، الواد اللي انت كتبت عنه واهله عاملين لبش، بس عشان ابقى ساعدتك الورق دي فيها عنوان الدكتور ياسين وتليفونه، هو ما بيردش على تليفونات. ايه بقى ما فيش اي مصلحه؟ امسك يا محمود. ايه دخلت؟ دول 5 دقايق. متخافش يا حوت، يومين ثلاثة إن شاء الله هجيب لك الباقي. تعالى يا باشا. أخو الشهيد أهو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أمرت. أحمد عطية.
معد برنامج هنا القاهره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا عايزين نبعت لحضرتك كاميرا علشان تصورك اثناء تسليم الشقه لاهل الشهداء. شقه؟ المحافظ عامل شقه لاهل الشهداء واكيد هيكلموك، فكنا عايزين ناخد رقم حضرتك كمان علشان في حد في نادي روتري عايزه، ويا ريت رقم الحاج. لا الحاج ما عندوش تليفون. بص يا صاحبي، شكلك راجل جدع يعني وابن بلد وبتفهم في الاصول. بص ده رقمي، لو احتجت اي حاجه في اي وقت كلمني، انا تحت امرك. انت عارف الظروف اللي احنا فيها يعني، بس مخطوفين من اللي حاصل، فخالد مش رايق والله مش فين. طيب يومين كده اكلمك؟ يا ريت. ماشي. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. بقى لله ونعم بالله. انا اسف يا خالد، لولا الزنقه ما كنتش طلبتهم، غلاوه المرحوم. لو سمحت استاذ محمود فهمي فيه. طب والله والله جدع استاذ محمود، معاك مها عوني من جريده الايام. اهلا وسهلا. انت عايز اخد من وقتك 5 دقايق لان ضروري عايز اقعد مع الحاجه ام علاء وزير. حاجه ام علاء من الاخر كده ما بتقابلش صحافه. بعدين مش انت اللي كتبت التقرير اللي بيقول ان الشهيد اتضرب من حته قريبه وعايم على عوم الطب الشرعي؟ انا لو ما كتبتش ده كان جوري هيكتب، ده مستند. وبعدين الطب الشرعي لو متلاعب مفيش غيري هيوقف معاك واسال على صحفيه اسمها مها عوني. انا لو بضرب كلمتين من على اي مكتب ما كانش زماني واقفه معاك الوقفه دي في الشارع. يعني التقرير اللي اتنشر امبارح في الجرايد ما خرجش من المصلحه؟ اطلاقا يا فندم، انا جبت كل التقارير على فكره، سلمت منهم نسخه للاعداد هنا وكلفت حد من المكتب يبعتهم لكل الجرايد. كل التقارير موجوده هنا بما فيهم تقرير على ابو زيد. التقرير بيقول انه اصيب بطلق ناري من مسافه بعيده، ويرجح ان تكون من زاويه علويه على احد الاسطح، وموقع من الدكتور اللي اجرى الفحص، دكتور ياسين مصطفى المانستري. معلش هو الوضع كده في اوله صعب، بس يومين وهتتعودي على فكره. احكي لي بقى عن علاء، اشمعنى يستهدفوه؟ كان ناشط؟ العكس، ده كان غلبان جدا. تعرف انه كان بيتريق عليا لما كنت باجي انزل المظاهرات؟ انا اصلا من ايام المحله 2008. تعرف انه حتى ما نزلش يوم 28 يناير اللي ما فيش مخلوق في مصر ما نزلش فيها؟ بس هو نصيبه كده، المره الوحيده اللي نزل فيها كانت هي السبب في طلوعه. طب وليه المظاهره دي بالذات؟ تفهميش بقى، يعني هو كان متضايق والدنيا كانت مضبشه معاه على الاخر، لدرجه ان هو كان واخد مني 30,000 واتزنق فيهم. دكتور ياسين؟ ايوه. مها عوني من جريده الايام. والله يا ريس انا طول اليوم كنت بلف على رجلي امبارح عشان اعمل فيتشر عن الاماكن اللي راحها، وحاولت مع الدكتور وما شفتش اللي قالته مديره المستشفى. بس اللي حصل يا ريس اللي حصل يا مها ان انت اتضحك عليك بتقارير مزوره، او الوليه غيرت التقرير. في الحالتين الجورنال قدام القارئ ضارب تقارير مزوره. بس انا يا ريس متاكده من الشغل اللي انا عملته. امشي دلوقتي يا مها. لا ما تمشيش دلوقتي، تمشي خالص. المحرر اللي ما يعرفش الشغل اللي بينزل في الصفحة الأولى في الجورنال يبقى لازم يمشي. بس يا ريس ما تتكلميش خالص يا مها. يا ريس مها محررة كويسة، وقبل الساعة 8 بالليل هتبيت الموضوع في عدد بكرة، ويا هتجيب أصل التقرير اللي صورته اتغيرت، يا إما تقول التقرير ده اتغير إزاي. امشي دلوقتي يا مها. شكرا شكرا شيف. ها
انت هتفضل خاضدني عليك كده كتير؟ عايزة ايه يا وسط؟ عايزة اطمن عليك. انا كويس. انت متأكد انك ما كتبتش التقرير ده؟ اني واحد فيهم؟ بلاش، انت كتبت انه واحد فيهم. انا كتبت اللي نزل في الجورنال. طب وما حاسس ان هتستفيد ايه لما تقريري يتغير؟ لو الموضوع ماشي رسمي هيكونوا لجنة ثلاثية محايدة، والتقرير اللي انا طلعته هيطلع صح، وده هيعمل دوشة، ومحاسن مش عايزة صداع. ياسين، في 8 حالات ماتوا يومها، انت الوحيد اللي تقريرك مختلف. ايه يا يوسف؟ ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ هتطعن في صحة التقرير التاني؟ لا مش هينفع، لان اهل المتوفي بس او النيابة هم اللي ليهم حق الطعن، بس انا مش هسكت. انا هكبر الموضوع وهتهم محاسن بالتزوير. بلاش ياسين. انت مش مصدقاني. ياسين، انت ممكن تكون كنت شارب. كنت شارب او ناسي. العند مش هيوديك في حتة، هيخليهم ينخوروا ورا بابا اكتر، وهو صحته مش مستحملة. وبعدين انت هتستفيد ايه؟ هستفيد اني صح. هستفيد اني صح يا يسرى، ومحدش يقدر يقول كلمة عن شغلي. لو حد عارف ان خير يا امه سنور. فريد الأطرش كان كبر قوي في الفيلم ده، دي سوالفه بيضة، بس بيضة ثروت زي القمر ما بتكبرش بنت الايه. اللي مفيش حاجة تانية اتفرج عليها في التلفزيون ده يا امه. التلفزيون مفيهوش غير اخبار. زهقت، ما صدقت لقيت الفيلم ده على الوصل. ايه البصلة دي؟ خد غير البصلة دي من عندك. هو احنا كان عندنا ضيوف النهارده يا امه؟ بتاع النور. ايه ده؟ البصل ما بيتغسلش. امال هتتجوز ازاي كمان كام يوم؟ هو الجواز بالبصل برضه يا حاجة؟ زمان كنت بعمل طبق بالبصل وطبق من غير، عشان ما كنتوش بتاكلوا زي بعض. حامية قوي البصلة دي. من مين النشان المرة دي؟ جمعية من الجمعيات. كتبت عمر يا امه صحيح؟ ابسط يا عم، هتزور بيت الله. مش دي كنت تقولي طلع الشقه الاستنتاج الاسبوع اللي فات؟ ناس بتسالني عليك يا امه. سالت عليهم العافيه. قلت لهم ايه؟ هقول لهم ايه يا امه؟ تتفرج على فريد الاطرش؟ هو فريد الاطرش اتجوز؟ انت عارفه اما مليش في الافلام. لا انا قصدي في الحقيقه يعني. بقول لك ايه يا امه، فكك بقى من فريد الاطرش وخليكي معايا. الناس بتسالني عليكي، ودي لا اول مره ولا تاني مره ولا 10 مره.
اقول لك على حاجه، تكريم الجاي انت هتيجي معايا. انا كلامي خلص ياما، وشكلنا كده مش تمام. انا لا عايزه عمره ولا تكريم. ما تاخديش ياما، وانا قلت لك خدي حاجه، بس انا طهقت. مش كل بقى مذيع ولا صحفي يسالني عليكي اقول له الصبي مدرك ايه وابصر ايه. كل التكريم اطلع لهم بحجه شكل. انا حاجه خلصت يا ام الشهيد. اعمل لك رز ولا هتاكل بالعيش؟ الو، مين في الناحية التانية؟ بفكر اجيب ازازه واشرب نصها واقول لك اهو ما سكرتش، ما بتطوحش وانا بكلمك، اقدر ابقى مسؤول عن تصرفاتي. كويس انك ما عملتش كده عشان ما اكتبوش في الحوار. هنروح فين؟ الدنيا كلها مقفله من اللبش وانت مش عايز تطلع معايا الجورنال. هنروح مكان قريب. استاذه ما انا شغلانتي غير اي دكتور، يعني انا بتعامل مع جثث ماتت فعلا. لو دخلت بالمشرط 2 سنتي او 4 او 6 حتى الجثه مش هتحس بحاجه، المهم النتيجه. عايز تثبت لي يا دكتور؟ عايز اثبت لك ان انا فاكر كويس جدا ليله ما علاء ابو زيد جاي المشرح. بس الشرب اثناء تاديه العمل مصيبه. غلطه. ماشي. تعالي نتخطاها. بس الاهم فين التقرير الاولاني اللي انا كتبته؟ فين التقرير الاولاني اللي انت نشرتيه؟ انا فاكر كويس جدا إن في تقريري كتبت إن علاء أبو زيد مات بعيار ناري من مسافة قريبة قد اللي بيني وبينك كده، أودت بحياته في الحاج. وجالي بعد ما الحادثة حصلت حوالي 30 ساعة. وفاكر كمان إنه إيه؟ ولا حاجة. ولا حاجة. عارف يا دكتور؟ استغربت لما قفلت الخط معاك وقلت إنك مش جاي. وإنك مش هتبقى فايق، خصوصا بعد ما قفلت الباب في وشي. بس لما جيت ولقيتك قدامي استغربتك أكتر. أنت بتعمل كده ليه؟ وأنا سألتك أنت بتعملي كده ليه؟ أنا بعمل ده عشان ده شغلي. شغلي إن أوري الناس حقيقة اللي حصل. يا دي الناس. واضح إنك ما بتحبش الناس زي ما بيقولوا. مش فارقين معايا. والله لو مش فارقين معاك ما كنتش قعدت معايا قعدة زي دي. يمكن حواري يحسن صورتك قدامهم. دكتور مصطفى منستلي من ساعة قضية التأمين الصحي ما عملش حوار واحد صحفي لغاية دلوقتي. احنا جايين هنا نتكلم عني مش عن ابويا. ما انت يا دكتور ما كنتش عايز تعمل حوار من الاول، عاوز ايه دلوقتي؟ استاذة ما انا عندي كذا مشكلة. اهل القتيل مخبين عني حاجة اكيد، فصلوني عن العمل، وفي خلال اسبوعين عندي تحقيق مع الشؤون القانونية، وعرفت ان الجثة اتدفنت، وبدفن الجثة راحت حاجات كتير. انت الوحيده اللي ممكن يبقى عندها شك ان كلامي صح. طب انا هستفيد ايه من مساعدتك؟ السبق الصحفي. علاء ابو زيد مات بعيار ناري من مسافه قريبه. مصلحه الطب الشرعي طلعت تقرير مزور بعكس الكلام اللي انا بقوله لك. ايه الاقوى في شغلانتكم؟ دكتور سكري
ولا مؤسسة كاملة فاسدة وبتزور؟ التقرير الأولاني اللي أنا نشرته مفيش اتنين في البلد صدقوه. أنت بتدوري على عدد أكبر يصدق؟ ولا بتدوري على الحقيقة يا أستاذ؟ أنا أسفة، أنا مش هقدر أساعد حد. والحوار اللي ضرب بيننا ده مش للنشر، أنا متعودتش أخد حوارات من حد مش في كامل إرادته. أنت افتكرت إيه من شوية حصل ليلتها ومش عايز تقولهولي؟ علاء أبو زيد عمل لي أكسبت على الفيسبوك بعد ما كتبت التقرير. طيب نصيحة، بلاش تحكي الحكاية دي لحد. جيت يا أسرة، دكتور ياسين. ازاي صحت حضرتك يا دكتور؟ أحبك أكتر لما تقولي يا بابا. أنت بتقولي يا دكتور؟ أنا أقول لك كده عشان ده بيخليني أحس إني مهم. صحتك مهمة برضه ولا إيه؟ التقرير بتقول إن حضرتك أحسن. أنا كويس طول ما أنت وأختك بخير. على كده بقى أنت مش كويس من زمان. شفت سكت؟ عرفت ليه مش برد عليك في التليفون كل مرة بتكلمني؟ عشان حد فينا لازم يسكت. بس ما بقتش فارقة. قضية التأمين الصحي بتاعتك زي بالظبط قرار وقفي عن العمل. الاتنين بقوا نقط سودا في حياتنا. احنا مفيش محكمة أدنتني لغاية دلوقتي يا دكتور. الإدانة مش بتبقى بحكم محكمة بس. من أسبوع جالي حالة، راجل مدير بنك محترم دخل على مراته لقاها بتخونه. قرأته في تقريرك فانتحر. حكم براءتك كان في نفس الوقت حكم إدانته من الناس اللي حواليه. كل حاجة ليها وشين يا دكتور، ساعات أكتر. عشان كده أنا ما حاولتش إني أهرب ولا أستخبى غيري عمل. الناس كلها قالت إنك فاسد. وأنتوا قلتوا إيه؟ ده اللي ما خلانيش أعمل زي مدير البنك بتاعك وانتحر. انتوا قلتوا ايه؟ شفتوني ازاي؟ عشان كده لو كل الناس شايفين ان تشخيصك غلط انا مصدقك. عيار ناري من مسافة قريبة يا سيدي يا منستيرلي. المسافة كانت قد ايه؟ قد اللي بيني وبينك كده.
انا متشكره قوي انك جيت. السلام. اموت انا بقى باشمهندس في الدفئه الطبيعيه دي. مفيش مره اقعد قدامها الا لما افتكر فيلم النصر صلاح الدين لما الاستاذ العظيم حمدي غيث كان بيقول الحطابون في اعلى الجبال والعجائز امام نار المدفاه ينتظرون عوده ريتشارد. محكوم عليك بالسجن النهارده يا دكتور، لكن شكلك ولا خايف ولا ايه؟ الان لكن مش خايف. لكن الغريب يا دكتور ان رغم انك بالحريه شاركت في سجن وتعذيب شخص. يا ساتر، ده انا؟ ايوه انت. يا ريت والله تتكرم وتشرح لي. ربي عبد الصمد. ماله وجدي عبد الصمد؟ يا دكتور. يا دكتور، صيغة النداء دي مقصود بيها ايه بالظبط يعني؟ تنشيط للذاكرة ولا اتهام؟ راجل ده صورته متعلقة لسه جوه عندك. صديق الصبا اللي دخلته السجن وعذبته. ايه؟ هزيل لما بتفتكره مش كده؟ مش ده اللي قعدت تكتب عنه وتهاجمه في البرامج وتحرض الامن عليه؟ وانتوا ساكتين ليه؟ ومين بيحميه صح؟ والله يا شيخ ده بيقول ان الديمقراطيه كفر وحرام، الاثار حرام، الفن حرام، المراه حرام وهي اصلا مجرد مهيج جنسي، المسيحيين حرام ومواطنين درجه ثانيه. ايه بالظبط يعني؟ ده بيقول الكلام ده فين؟ في الجوامع وفي البرامج ودروس عصر ودروس مغرب والدولة سايباه لمجرد ان هو في نهاية كل خطبة بيدعي للحاكم. طبعا هاجمته وهاجمت كمان توطئ الدولة معاه. والنتيجة ان الدولة سكنته وعذبته ومات من التعذيب. انا ضد تعذيب نملة مش بني ادم. ومع ذلك شريك في الجريمة. تعذيبه جريمة. لكن مش جريمتي انا. بقول لك ايه؟ هم اصلا ما اتحركوش ضده الا ما قعدوا يدوروا وراه ولقوه بيبوظ الجماعه الارهابيه. مش عشان الكلام انا يعني. ظلم يا دكتور يحيى. انت عارف كده اكتر مني. ظلم. لكن مش انا اللي ظلمته. يا دكتور. يا دكتور. تمت من التعذيب. الارهابي اللي بيذبح والظابط اللي بيعذب بالنسبه لي انا الاثنين مجرمين. دكتور انت هتصدم الضحيه. مش ضحيتي انا. مش ضحيتي. يا ابني انت اصلا ما تعرفش وجدي عبد الصمد كان عامل ازاي لما كنا صغيرين قبل ما يتحول لوحش. التطرف عمى قلبه وعقله. ده كان ارق ولد فينا، كان اطيبنا. مع ذلك ما اعترضتش حتى على تعذيب. مين اللي قال لك كلام فارغ؟ انا قلت طبعا وكتبت كمان اذا ثبت ان وجدي عبد الصمد مات من التعذيب فيجب محاسبه ومعاقبه كل من عذب. مين اللي هيثبت؟ الاجهزه المسؤوله اللي معذباه. ايوه ماشي، نهاجمها بقى، نفضحها، نكشفها. لكن عايز نعمل ايه يعني؟ مش هنبرأ ابدا افكار واحد ارهابي بجريمه ثانيه اسمها ان هو اتعذب لحد ما اتقتل. اسمعني اخش الحمام يا دكتور. يا سيدي بدل ما اسمح لك، الحمام عندك، اتفضل. حبيبي ازيك يا هاني؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا هاني؟ وحشتني. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ الجو بره رميط. اتفضل يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ميمي؟ وحشتني. ازيك يا روح، عاملة ايه؟ ازيك يا بت؟ وحشتني حبيبتي. ازيك؟ ايه القمرين دول؟ ايه القمرين دول بس ولابسين ومتشيكين؟ انتوا كنتوا خارجين ولا ايه؟ الله، حلويات. الله، ده عندنا ضيوف بقى. في ضيوف. اهلا يا سيدي. اهلا اهلا يا حبيبي، ازيك؟ عامل ايه؟ صحفي جاي عشان الحكم بتاع النهارده ولا ايه؟ ده اسامه يا هنوش. مين اسمه؟ خالي. انا خالها. اسامه، اهلا يا اسامه، ازيك؟ عامل ايه يا اسامه؟ مين اسامه ده بقى؟
صديق فريده يا حبيبي. صديق فريده، بص بقى انا اقول لك من دلوقتي، صديق فريده ده يبقى صاحبي الروح بالروح، مش صاحبي بس ده انتيمي كمان. اقعد اقعد، واضح ان انا خدت مكانك. اقعد اقعد، لا لا سيبه يقعد براحته. قعدت اتصل بيكم من النادي، تليفوناتكم ما بتردش، قلت اجي اسال عليكم. ايه يا عم موضوع ازدراء الاديان ده يا عم يحيى؟ ما تقعد بقى يا عم يحيى في حته بقى وتهمل بقى، مفيش فايده والله العظيم، مفيش فايده، اقسم بالله احلف لك والمسيح الحي مفيش فايده. ولا يا عم اسامه؟ بس انا حاسس باستلطاف كده وحب وموده وتعارف. ها اسامه، فوفو دي بنتي صح ميمي ولا لا؟ صح يا حبيبي، طبعا بنتك. اوعى اسامه تطلع من بتوع تجديد الخطاب الديني والهم ده، فوفو مش ناقصه على فكره، عندها اللي مكفيها. ومدام في حلو بقى يبقى اكيد في عشاء. اسيبكم بقى في الرومانسيه اللي انتوا فيها دي واخش انا على المطبخ. خلي هوبا محشي وعنب وكرنب وكرنب. بطه دي ولا دي كميمي؟ بطه يا حبيبي. هوبا رح يجري في النادي؟ يعني تروح تجري في النادي وتيجي هنا تاكل محشي وبط؟ ده انا اصلا بجري عشان اكل محشي. قال لي اقول لي يا اس، ايه رايك بقى في الهباب اللي بيعمله يحيى ده؟ انا مش قادر اصدق يا اخي ان واحد في عظمه يحيى وذكائه ده ذكي ومش قادر يستوعب ان هو بيحرد في البحر. الناس مش قادره تفهم يا اخي ان محمد طه حلاه من زمان. محمد طه مين؟ محمد طه يا عم بتاع مصر جميله، مصر جميله خليك فاكر مصر جميله. وحلها ازاي؟ مش سألوا الأول هو إيه بالظبط اللي حلها يعني؟ حل كل الهردبيسة اللي إحنا فيها دي، الفتنة والإرهاب والتطرف والأطران المطينة بطين. قال لك موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، وكل منه نبي صلي عليه. والله حل عبقر. كل منه نبي صلي عليه ويركز مع نفسه بقى وملوش دعوة بالتاني. والله العظيم أنا قلت له ياخد ميمي ويروح يعيشوا في الجونة، يعيش حياة نظيفة بقى، بلا كتب بلا مراجع بلا برامج بلا بتاع وصداع، الحياة حلوة وهوا نظيف. وسوري معلش يا ميم، يعني ستات حلوة. الله الله الله، وصوت حلو. انت بتشتغل يا أستاذ؟ مهندس. دكتور مهندس. دكتور مهندس، وعيادتك فين بقى؟ حلوه. يلا مش عايز اعطلكم بقى، واهل المطر وقفت، خلينا الحق اروح، مش عايز اعطلكم عن امتحان الهيئه ده. الله يكون في عونك يا اس. بدري يا هاني. طيب ميرسي، تصبحوا على خير، باي باي، سلام. ميمي انا هاخد الكب كيك، الكب كيك دي معايا. ماشي بالهلا والشفا. حياك الله. عايز انصحك نصيحتين. اكيد حصل لك توعبني كتير على السفره ولوكلوك وانت ما عرفتش تاكل المحشي ده، تسخنه وتاكله قبل ما تنام، طعمه ما يتفوتش. النصيحه الثانيه، الواد ده لا بيحب فريده ولا نيله، الواد ده بيحبك انت، قاعد مركز معاك طول الوقت. يلا تصبح على خير. سلام. خليك تعالوا خش الحمام. أوصلك؟ لا خليكي. ايه حكاية الحمام؟ بنادي؟ روح شوف عاوز ايه. ايه عملوا ايه في الحمام؟ روح شوف، خلينا نخلص من الزياره. هنا يا دكتور. ايوه هاتيني قمت وبندر. ايه؟ اقعد على المكتب يا دكتور عشان ما تبقاش مجزره. ايه انت مين؟ انت مين؟ ايه اللي بيحصل؟ هتفهم كل حاجه. يلا طب انت ايه؟ يلا انت فشلت في المنطق والحجة، عايز تكملها عافية وغباوة يعني؟ اه طب
اتفضل. مدام مارلين، فريده، ليه ما تخلي كلامك معاها؟ اهدي. خلاص 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 فريد، اقعدي خلاص خلاص. اهدوا الاخ طلع ارهابي. يلا يا فوفا، هنمسك اللزق نربط ماما على الكرسي من ايديها. مش هعمل كده، انت اتجننت. يلا يا فوفا عشان ما موتهاش. يلا فريده قومي اعملي اللي بيقول لك عليه. خلاص خلاص خلاص، هتعمل اللي انت عايزه. اهدى، هتعمل لك اللي انت عايزه. اهدى، اعملي اعملي. يلا يا فوفا، يلا يلا شطوره، يلا يلا. هو ده الدين بتاعك؟ هو ده اللي انت جاي تناقش ابويا فيه؟ وتفهمنا انه بيكره الدين وبيحارب الاسلام؟ يلا يا فوفا يلا. فريدة عادي عادي يا حبيبتي. حبيبتك؟ حبيبتي. مش كنتش بعرف حب ليكي، بس انا بعمل ده عشاني وعشانك وعشان المسلمين كلهم، بناخد حقنا من الراجل ده. وش حلو على المكتب يا دكتور، فاجئت مش كده؟ كنت فاكر اللي هيجي لك واحد فقير من بحري ولا الصعيد عشان تقولوا عليه الجماعه اشتريته بالفلوس، او عاطي عشان تقولوا عليه جاهل مغسول دماغه. لا يا دكتور، انا ولا جاهل ولا فقير ولا ابن اخواني ولا عم معدوم، انا ارهابي في وجهه نظرك لاني مسلم في وجهه نظري. اي ارهابي استناني على باب البيت او على باب شغلي او في الشارع، ودي حاجه انا كنت منتظرها طبعا. هو اشرف منك مليون مره. انت فاجئتني يا اخو اسامه، فاجئتني لانك ابدعت في الحقاره. تتكلم عن الحقاره وكل يوم بيخشوا يقتلوا في ستاتهم ويقبضوا عليهم في حضن عيالهم ويموتوهم. وانا مال امي؟ انا راجل كاتب ومفكر، انا مش مسؤول عن اي جريمه. انا قلت وكتبت، اللي فاكر انه عارف الارهاب هيقع في الخاين، هيقع في الفخ بتاعه. ايه الغرور ده يا دكتور؟ والسجون اللي مالينا ابرياء بيتعذبوا وعيالهم بيتيتموا وستاتهم بيترملوا، ها؟ كل ده ليه؟ عشان قالوا ربي الله وعايزين نرفع راية الإسلام. وانت شايفه مدير مصلحة السجون؟ سوبا يا ابني، اللي بيعذب ده بيعذب الكل، إسلامي ليبرالي يساري حرامي. انتوا بس اللي عايزين تعملوا من تعذيبكم مبرر لتعذيب الناس. انتوا بتصاروا على سلطة وعلى حكم، وكل طرف بيستخدم أدواته. دكتور يحيى، انت من أدواتهم. ولو كنا من أدواتهم كان ده بقى حلة. واللي قاعدين بره بيحرسوك يا دكتور. صالح وجودها الغلابة الطيبين الجدعان، اللي على فكرة يعني هم من جوا مش شايفيني زيك بالظبط، علماني وضد الدين، هم كمان زيك جواهم شايفين ان اي حد مش مسلم كافر. يا دكتور يحيى، لو الخناقة مع النظام على الحكم يبقى خناقتي معاك انت على الدين، ولو خناقتي معاك على الدين يبقى انت بالنسبة لي اسوأ من اي ايد بتعذب او ذنب بيصفي. الواد ده عمره ما قرا لك حاجة ولا شاف لك برنامج ولا يعرفك اصلا. طب ليه ما احنا بنتكلم مع بعض يا اخ اسامه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ طب خلاص يا امسك اتكلم تاني. خلاص يا هتسكت، يا هتسكت، اهدى خلاص مش هتتكلم تاني. اهدى بقى. يعني انا لو كنت قريت لسعادتك مثلا كان فكرك العظيم سحرني وغير افكاري. يا ابني انا طول عمري بدور على الحق اني اتكلم، مش على ضروره اني اتصدق. دكتور يحيى، انت حرب على الاسلام. يعني انت لو قتلتني دلوقتي وسبتني جثة على المكتب عماله تشرب في دمها كده، الاسلام هينتصر؟ بقول لك ايه بقى، خليك راجل واتكلم كده، خلي الكلام معايا انا بس. طب النصرانيه والعشقانه بيقولهانا تقرا لك فتعجب بيك وتصدقك. أنا بنتك، بنتك يا دكتور، بنتك فلزت كبدك، ما تحصنيش ليه بأفكارك. أنت عايز إيه؟ أقعد أضربها،
عايز ايه؟ انت مش انت عندك قضية وعندك نيلة، ما تقول عايز ايه؟ خلص كلامك معانا. طب اتفضل سيبها لو سمحت وشوف انت عايز ايه وانا هعمله لك، هعمل لك كل اللي انت عايزه. اتفضل. انت عارف يا فوفو ان الدكتور يحيى التجاني المفكر العظيم كان عضو جماعة إرهابية؟ ايه يا دكتور؟ نسيت ولا ايه؟ كان في نفس الجماعة مع الدكتور وجدي عبد الصمد. لا اسف مني انا. موضوع قديم ودفن. قول يا حسام انت بقى اخوان ولا داعش ولا قاعدة ولا مليتك ايه بالظبط؟ عايز تعرف مين هينول الشرف العظيم؟ عشان موضوع ترويع عيلتك؟ وقتلك قدام بنتك وتعذبها طول حياتها؟ عايز تعرف الخساسه دي كلها فكره مين؟ مين قالك يا دكتور ان مش الفكر هنا في الخساسه دي نفسها؟ عايزين نقول لكم يا دكتور احنا ممكن نخش بيوتكم وعلى سراييركم مش هنستناكم على باب بيت او مكتب. كل واحد من المرتدين اللي زيك قاعد محترم على التلفزيون يبقى خايف، ورغم الحراسه والأسوار العالية والكاميرات نقدر نخش بيته أنا ومراته وأمورته وأمه. أيوة يا دكتور، رعبكوا سلاح لينا. أي واحد نصراني أو نصرانية مدمر لين يبقى خايف، يبقى مرعوب قبل ما يخش باب كنيسه ويقف في احتفال صلاه ان هو ممكن يطلع اشلاء في دقيقه. والقلق والرعب ده يبقى زي جمره من نار فحم مولع، فحم مولع بتجري في المريء والمعده تنقص عليكم امانكم. هنفوز بالرعب. عشان انا حبيت فريد قوي مدام مارلين. حبيت فريد يا مارلين. يا بيت صلاح الله، يا بيت صلاح الله، مش انت صاحب قضيه وصاحب موقف ونيله؟ اه دي حياتي يعني، هتقلب مجزره. اقعد وقول لهم انك اقسمت على البيعه وخنت. حاضر. اقعد وقول لهم انك خان. قول لهم اصلك يا دكتور يحيى، قول لهم انت مين. حاضر. احكي يا دكتور يحيى، احكي اصلك. كنت في ثانيه ثانوي، كنت بنزل اصلي في جامع مسيطر عليه واحده من الجامعات الاسلاميه. ابتدوا يتابعوني ويشوفوا مواظبتي على الصلاه، بعد كده بداوا يتقربوا مني. هدايا، مصاحف وشرايط، كتب من الكتب بتاعتهم وتسجيلات للدعاء بتوعهم. بعد كده ختمة قرآن، اعتكاف رمضان. وبعدين بدأوا يقنعوني بضرورة الانضمام للجماعة. بدأوا يقنعوني إن صحوة الإسلام يعطلها الصليبيين وأعوانهم. رحنا هاجمنا نادي فيديو. الخمسة اللي معايا قعدوا يعجنوا في الولاد اللي موجودين هناك، ثلاث شباب، ضربوهم وقولوا لهم المره الجايه ان عدتم عدنا وهنقتلكم. انا بدات امسك جركن البنزين اللي معايا وادلقه على ارفف الشرايط. فاكر اللي حصل كان امبارح. الشرايط وهي بتولع كان الناس اللي جواها انا بحرقها بايدي بقتلها. حسيت ساعتها بالإحساس بتاع الأخ الإرهابي اللي واقف قدامكم ده، إن أنا مرسل من العناية الإلهية، أقوى وأعظم الجميع. النبي هيفتكرك، كل اللي حواليك يقل ويتضاءل، وتبقى أنت العظيم
انت اللي البوليس بيطاردك ليه؟ لانك الوحيد اللي بترفع رايه الاسلام. حريق الفيديو كان اول واخر عمليه اقوم بيها. روحت يوميها وانا مكتئب وعمال افكر ايه والنبي اللي يدور الاسلام في ان عيل يتفرج على حمام المناطيلي ولا السعودي ولا الهويه. ساعتها ابتديت افوق على وحشيتهم وكذبهم. هربت رحت اسكندريه دخلت الكليه هناك وقعدت اشتغل على نفسي قرايه وبحث. بس ايه؟ مستنيني اصفح بعد المونولوج الارهابي التائب ده؟ الحقيقه يا دكتور ان المساله كلها في ايدك انت. ايه ده؟ مفيش حاجه. ده الجرس بتاع البوابه بيتصلوا بينا. مفيش حاجه. ايه ده؟ رد. حاضر. افتح السبيكر. حاضر. ايوه. مساء الخير يا دكتور. المقدم ماهر هنا معانا على البوابه بيفتش وكان عايز يدخل يسلم على حضرتك. اهلا وسهلا. حاضر. مين ده بالظبط؟ مش حاجه. ظابط الحراسات. ظابط الحراسات بيعدي بيأمن بيتمم على العساكر وعلى الأمنة بتوعهم. العملية بقى دلوقتي. اوف. هعمل لك اللي انت عايزه. اهدى بقى. خلاص هصرفه همشيه. اهدى. اتحرك قدامي. دكتور يحيى لو صدر منك كلمة كلمة ترجع تلاقي فريده ومارين غرقانين في دمهم. والله ما اكذبش على حضرتك. مقتول. ربنا يكون في العون. بس جاي اقول لحضرتك ان برغم الحكم اللي صدر بحبسك الحمام تقاعس وهدأ وجبنا في حراستك وحمايتك. انا شوف شغلنا بنور الله. والله انا عارف يا فندم وانا اشهد بكده. والله اشهد بكده. عشان كده انا نفسي تخلي بالك. تاخد من ايدك لو تسمح لي انا دكتور. اه طبعا اتفضل. انت زودتها شويه. اصل الدوله بقى لما تسيب الكلام بتاع البخاري غلط واستغفر العظيم رب الصحراء بيتخانقوا مع بعض والحجاب ابصر ايه وما ادرك ايه تبقى دوله ضد الدين فعلا وعيال الارهابيين دول يبقى عندهم حق. مع ان والله 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 انا عندي في الاداره حوالي 12 ضابط ما شاء الله عليهم. 12 ضابط ما بيفوتوش فرض وصيام والقران عندنا ما بيقطعش ليل ونهار من تلفزيون الاداره ما شاء الله. الله يخليك. بالله عليك ما تزعل مني. لا يا فندم العفو. وكمان يعني حضرتك ما تاخذنيش يعني بتقول لي نواجه الارهاب بالفكره. يعني اعملها ازاي دي؟ يعني الواد الارهابي من دول يبقى داخل عليا ماسك رشاش عايز يموتني. اقول لا استنى والنبي لما تحولني فكريا الاول بعد كده لا ما ينفعش. انا انسفه الاول انحيمي على وش الارض وبعدين لما نتناقش. حضرتك ما تعرفش حاجه اصلهم بيعملوا مقبوله كلها. هو زي ما حضرتك ايه اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. كلام مهم وهفكر فيه. انا معاك يعني انا بتكلم بعشم والله احنا يعني حضرتك زي اخويا يعني. والله انا مكسوف من حضرتك بس يعني ده بيتك طبعا. طيب انا واضح ان حضرتك تعبان. انا اسف ازعجتك. حستأذنك بقى. مع الف سلامه. الف سلامه يا فندم. مع السلامه. دكتور يحيى. نعم. اقف مكاني. حاضر. اكيد الشغلانه دي احلى من شغلانه المحاجر. انا جاي ابارك لك على المحل وبالمره قلت عايز بطاريه للتليفون ده. الله يبارك فيك يا دكتور. واضح ان المحافظه المره دي اهتمت. لا ما المحل ده مش المحافظه يا دكتور.
ده من حسن الخياط. تسمع عنه؟ واحد من التخان اللي في البلد اتبرع لنا بالمحل لاجل الشهيد الله يرحمه. بس الشقة اللي جابوها لك محدوفة. انت هنا ما شاء الله في المعادي، يعني محل اللقطة. انت متبقني بقى يا دكتور. طب وحكاية المحل دي ما عرفتهاش من قعدتك على القهوة طول النهار وانت مستني سلمى ما تطل من الشباك؟ ايه ده، واضح ان انت كمان متبقني. طب ما تيجي نبطل لف دوران وكل واحد يعمل اللي في حبه. اخويا خلاص اتدفن، يبقى كل حاجه نروح لحاله بقى. انت عارف ان لو ظهرت ادله جديده ممكن يطلعوا جثه اخوك تاني من التربه ويشرحوها؟ زي ما بقول لك كده، وساعتها ممكن دكتور تاني يشرحه. وعلى فكره الايام اللي فاتت دي مش هتداري الاثار اللي في جثه اخوك. لو انت بتهددني يا دكتور. لا انا بفترض افتراض، يعني اعرفك حاجه انت ممكن تكون مش عارفها عن القانون. وليني عرفتها؟ بقول لك يا خالد، وانت كنت فين لما اخوك استشهد؟ ولو ان مالكش فيه بس هجاوبك يمكن نخلص من الحكايه دي. كنت في المحجر. ولو عاوز تتاكد، لو حابب يعني، ممكن لما اقف زردك في اي عربيه ونروح سوا هناك نتاكد. ها؟ مش خدت اللي انت عاوزه؟ وتسيبني بقى عشان نشوف اكل عيشنا. قلت لك ان انا عايز بطاريه للموبايل ده. من عينيا يا دكتور. الله يسلمك يا دكتور. ترجعت الشغل ولا مؤاخذة لسه واقفينك عن العمل؟ لا لا مؤاخذة لسه واقفيني عن العمل. مش هتفتح كده. انت اشغل. روح بقى جيب مقص للشول من أي مكتبة كبيرة. اللي ضرب الطلقة اشغل. المسافة عند اللي بيني وبينك كده، وده معنى ان انا قربت. شكرا. سلمى ازيك؟ انت مش فاكراني؟ اه طبعا فاكراك. انت كنت بتعملي ايه جوه؟ واضح انك مستنيه حد. اه مستنيه حد. طب انا محتاج اتكلم معاكي، ممكن رقم تليفونك؟ معيش تليفون. عموما بكره يكون عدى اسبوع على وفاه علاء الله يرحمه، اكيد هتزوريه. ده مكان كويس نتكلم فيه صح؟ اه مكان كويس نتكلم ان شاء الله. عن اذنك دلوقتي.
مسافه قد اللي بينا. اسم الله عليك يا دكتور، مالك؟ اتخضيت؟ انا شايف يا دكتور ما فيش مكان لا اروق ولا اهدى من هنا عشان نتكلم فيه براحتنا. ديك انت شايف المكان فاضي، مفيش فيه حد غيرنا. انت بتهددني؟ انا بنور لك سكه بتكون متعرفهاش. قانون يا دكتور. انهي قانون؟ قانون المقابر بيطبق على اي حد، خصوصا لو دكتور سكران موقوف عن العمل واتجنن في عقله، ماشي بيلبس في القبور وبيسرق في الجثث. سكان المقابر هيتلموا عليه وهيقعدوا يضربوا فيه لحد روحه ما ترجع لصاحبها. انت قتلت اخوك يا خالد؟ رد عليا. دماغك مسوحاك اني قتلت اخويا وفلتت منها، وبرضه عمال تلف حواليا وبتلعب معايا. انا لو منك اخاف يا دكتور، اخاف. كل واحد هنا ليه فلوس في الصندوق، والنهارده اخر يوم ليا في الشغل، فقلت اخد فلوسي كلها بالمره. صدق يا رجاله، امي لما عرف ان انا هدخل. هتدخل فين؟ هدخل يا استاذ يعني لا مؤاخذه هتجوز. ياه السرعه دي بعد ما اخوك مات؟ طب كنت استنى شويه يعني حتى يا اخي تراعي مشاعر خطيبتك. سلمى؟ لا، ما هي سلمى ان شاء الله هي العروسه. مبروك. ويا ترى هتتجوزوا في شقة المحافظة ولا شقة الحاج؟ لا، شقة المحافظة. بس انت عرفت منين ايه موضوع المحافظة ده يا استاذة؟ المحافظة ما بتوزعش شقق كل يوم. عايز اسألك على حاجة غريبة اللي حصلت. اموري، محمود كان بيقول لي انه علاء ما نزلش معاه المظاهرة، وانت قبل كده قلت لي ان اخوك مالوش في جو المظاهرات ده اصلا. مش يمكن المظاهرة دي معمولة له فخ؟ انت تقصدي يا استاذه ان محمود هو ضرب علاء بالنار، صح؟ انت ما تعرفيش حاجه يا استاذه، محمود ما يعملهاش. هل انت غيرت كلامك ليه يا استاذه؟ احنا كده بنرجع تاني لحكايه الدكتور السكري اياه. انت بتقابليه ولا ايه؟ لا ما بشوفوش. هو اخوك كان واخد الفلوس دي ليه؟ استلفهم عشان كان بيتعالج. الله يرحمه كان مستني ربنا يرزقه عشان يردهم. الله يرحمه. ربنا ما مدش في عمره عشان يساعدك في محل المعادي. هو انت عرفت منين موضوع محل المعادي ده يا استاذ؟ انت بتقابلي الدكتور يا استاذ؟ انا مش فاهم انت عاوزين مننا ايه؟ اخويا وربنا تولاه برحمته والقضيه واتقفلت، انتوا عاوزين مننا ايه؟ انا مش فاهمه انت بتدافع عن صاحب اخوك بالحرقه دي ليه؟ ده اخوك ميت مديون، يعني ممكن الفلوس دي تكون سبب في قتله. محروق ابو الفلوس. بص يا استاذ، احنا ممكن نمسك في بعض، نتخانق مع بعض، نضحك بعض حتى، لكن نموت بعض عشان قرشين مش احنا يا استاذ. ودينا اخويا اللي هو في رقبتي محمود دخل بيه شركه في المحل، لكن انت بقى عشان عايمه على عم الدكتور مصدق ان انا باكل من دم ولحم اخويا الميت، لكن الحقيقه ان انتوا اللي بتاكلوا في دم اخويا الميت. من اول الخبر اللي انت عايزه تنزليه في الجرايد لحد رجل الاعمال اللي اتبرع علينا بالمحل. فوكا، وصل الاستاذ الاول ميكروباص يوصل البلد.
طب ليه ما تنشريش الموضوع؟ هنشر ايه يا دكتور؟ مفيش حاجه تنفع تتنشر. واحد واخد محل من رجل اعمال، ايه التهمه في كده؟ وبعدين زي ما انت قلت بحسن لعبتها معاك صح، دمرت اي مصداقيه عندك بقصه الشرب دي. يعني اي كلام يتقال في الفرق بين الخطوط في التقريرين ملوش اي ثلاثه لازمه. وبعدين حتى شك في محمود معلوش دليل. قصه ان محمود قتله دي بعيده. ليه؟ عشان لما محمود يقتله ده مش هيرجع له فلوسه. وممكن ساعه القدر يعمل بصر. في اشتباكات في مظاهره اكيد اللي حواليهم كانوا هياخدوا بالهم. وممكن ما يكونش قتله في المظاهره اساسا. امال هيقتله فين؟ في زينهم مكان ما لقوه. عيار ناري في زينهم؟ زمان المنطقه كلها سمعت. لقيت حاجه في موبايله؟ لا، لقيت صور مع خطيبته بس. انا مش قادره الاقي مخرج لفكره الصوت دي. يعني فعلا لو اتضربت في مظاهره او زينهم كانت هتتسمع. مش يمكن يبقى في كاتم صوت؟ كاتم صوت ايه بس؟ ده مسدس حلواني. خليك معايا للاخر. محمود في الاخر هيتعوض عن فلوسه اللي عمره ما علق كان هيديها له بشركه في محل اللي واخده اخوه على روح الشهيد. فاهم قصدي؟ لا لا، مش منطقي الكلام ده. لو محمود قتل علاء هينقلوا زينهم ازاي؟ خاصه ان الام هي اللي بلغه محمود بالوفاه مش العكس. مش ممكن يكون اخوه؟ اخوه هيستفيد ايه؟ انا لو حد اداني محل وشقه ممكن افكر. وعروس؟ وهيتجوز؟ خطيبه اخوه. انت عارفه ان انا شفت سلمى عند الطبيب نسا من يومين؟ يا اي ست تروح لدكتور نسا يبقى فيه بطنها حاجه. علاء دخل عليها لقاها مع اخوه. كلمه من ده على كلمه من ده، مسكوا في بعض، حاول يدافع عن شرفه وقتلوه. هو انا لو اب صالح ليه اخلي بنتي تتجوز اخو خطيبها وبعد شهر واحد بس من وفاته او اقل؟ عشان اداري على علاقه بنتي باخو الشهيد. بس السؤال هنا، ازاي علاء وصل لغايه زينهم؟ امه قالت ان هو وصل زينهم غرقان في دمه على رجليه ومات اول ما وصل. وليه امه تروح من زينهم لغايه محمود عشان تقول له والشارع عندها مليان ناس؟ علشان تثبت حاله. تاخد صك الشهاده من السوراجي الوحيد الحقيقي اللي تعرفه. امه دي مفتاح لحاجات كتير قوي. مش مختفيه من يوم ما مات ومش عايزه تتكلم مع حد. الحل نخليها تصبر. طب واحنا كبرها على كده ازاي؟ الشغل في الصحافة وراني حاجات كتير. العيال في المناطق العشوائية بيلعبوا لعبة غريبة قوي، بيصطادوا عقارب من وسط مقالب الزبالة الكبيرة. أستاذ خالد، كنا عايزين نعمل حوار مع الست سيدات. عارف بيصطادوها ازاي؟ والله في الحمد لله عفوا شوية. صحة خالد الشهيد علاء نظيف تأثرت برحيله وداء نظيف الصحة. بيولعوا في أكوام الزبالة كلها. كتر الضغط والسخونية بتخلي العقرب ما يستحملش. بيطلع يجري لأم الشهيد علاء أبو زيد. إحنا هنضغط على سيدات بنفس الطريقة. هنبعت لها صحفيين وتلفزيونات كتيرة على البيت. ما تستحملش، أنا مستعد أجيلك بنفسي لغاية البيت وأعمل معاك حوار. سيدات لو حست إن قعدها في البيت مش هيرحمها من زن الجرايد والتلفزيونات وهيجيب لها مصيبة لحد عندها، هتخرج وتتكلم. ما تبصليش. اقرا الجورنال اللي بيجيلكوا كل يوم البيت، صفحة الإعلانات هتلاقي وظيفة بالعربي. قدمي فيها. إن شاء الله هترجعوا مصر قريب يا مدام سلمى. هيا خلصتي ولا لسه؟ يلا بقى عشان نروح. يعني ايه؟ شيمي. برافو. ايه ده؟ انت اتعلمت عبري من ورايا ولا ايه؟ لا ابدا، اصل الجورنال ده ساعات بينشر حاجات عربي وبقراه وبتسلى. بقولك ايه؟ انا بفكر اشتغل. تشتغلي؟ اصل هم عاملين اعلان عايزين سكرتيره بتتكلم عربي وانا بفكر اقد. ما هو مش معنى ان هم طالبين سكرتيره بتتكلم عربي يبقى كمان طالبين انها ما تتكلمش عبري. ايه المشكلة؟ ما فيهاش حاجة لما جر. ما ينفعش، أنا وضعي حساس. وشغل بيفرض عليا إن أنا ما احتكش بناس ما أعرفهاش. ماشي. استني بس، استني. شغل يعني سي في، يعني انترفيو. تقدري تقولي لو سألوكي جوزك بيشتغل إيه، هتقولي لهم إيه؟ هقول لهم اللي أنت عايزني أقوله. هقول لهم إنك بتشتغل في بنك زي ما كنت بتعمل في مصر. يا عزت أنا محتاجة الشغلانة دي. أنا هنا معرفش أي حد خالص،
وقاعده زهقانه وحاسه بوحده فظيعه، ودي شغلانه بسيطه ومش هتاخد مني اي مجهود. ارجوك توافق عشان خاطري. طيب ماشي، لو عايزه تشتغلي بجد سيبيني اشوف لك الشغلانه المناسبه. انا ليا علاقات واتصالات هنا في البلد، وممكن اجيب لك شغلانه احسن من دي 100 مره وبمرتب اضعاف اللي هديهولك. علاقاتك واتصالاتك؟ انا كنت فاكره ان دوله اسرائيل المتقدمه دوله نظام ودوله عدل، وان ما حدش يقدر يشق طريقه بالواسطه، او ان ليه قرايب يعني واصلين ولا حاجه، وان الحاجات دي ما بتحصلش غير في الدول المتخلفه. خلاص يا ستي، ما دام انت عايزه الشغلانه دي وهتريحك ومش هتحسسك بالوحده، انا موافق انك تقدمي فيها، بس الاول اتاكد انها امان. ايه، رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا ابدا. طب يلا. بوكرتو. بوكرتو. كفرت الفانو. سالو انا فون. تحكي عربي؟ ايوه. املي البيانات دي. تفضلي المقابلة. تسلح لي هرأيون اشي. اشي؟ كان اشي. بسادر. خش وانا هستناك هنا. اهلا مدام سالو. اهلا وسهلا. كنت بتشتغلي قبل كده؟ لا. طب انت خريجه ايه؟ دبلوم تجاره. انت مين؟ انا ضابط مصر وجاي ارجعك مدام سالو. ترجعني مصر؟ ايوه. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، يا من تكرم يا رب، يا من تكرم، الحمد لله. بس انا لازم ارجع مع اولادي. ارجعك انت واولادك، بس الموضوع مش سهل، وفي نفس الوقت مش عايزك تخافي او تقلقي. ايه المطلوب اني اعمله؟ انا هعمل اي حاجه. انت طبعا عارفه ان جوزك كان جاسوس. ايوه. انا عايزك تساعديني عشان اعرف معلومات عن الفتره اللي قضاها في مصر. ايوه، قولي بس اعمل ايه بالظبط. مبدئيا عايزك تنقلي لي كل تحركاته وكل اخباره، وانا هعلمك تعملي ده ازاي كويس. ان شاء الله بمساعدتك هياخد جزاءه. جزاءه ايه؟ انا ما اقدرش. انت متصوره دانيال ضر مصر قد ايه؟ وبعدين انت عارف حقيقتي. ده ابو عيالي، لو جرى له حاجه اقول لهم ايه؟ انا ما اقدرش اذيه ابدا. دانيال ممكن يقتلك انت وعيالك لو وقفتي قصاد مصلحته او مصلحه بلده. ولو مش عارفه ده، خالتك اختفت اول ما سافرتوا على طول، اكيد قتلها. انت كذاب، انا لسه متكلمه معاها في التليفون. اكيد مش هي. ولو رفعت سماعة التليفون عشان تكلميها أكيد هيمنعك. مش ممكن، مش ممكن. انت كده بتحكمي على نفسك انت ولادك انك تفضلي هنا في إسرائيل وتعيشوا طول عمركم صهاينة. أنا مسلمة وهفضل أنا وولادي مسلمين عن إذنك. وما تخافش، جوزي مش هيعرف أي حاجة عن المقابلة دي. في البيت ومرتاح ولا انزل اشتغل؟ في حد يقول للراحه لا؟ انا نسيت الموضوع ده خلاص يا رشال ومش عايزه اتكلم فيه. انا هنزل اشتري ايس كريم للولاد. اجيب لك معايا؟ لا شكرا. مش هتاخر عليكي. عامله ايه النهارده يا سلوى؟ انت؟ بصي قدامك وتصرفي عادي جدا. انا مش قلت لك اني مش هقدر اساعدك، عايز مني ايه؟ انا عارف انه بيضغط عليك وان موقفك صعب.
خدي بالك دانيال بيحاول يعمل لك غسيل مخ باي طريقه. اكيد قال لي كلام وحش عن مصر وان ما فيهاش حاجه انك تكوني مراته. لو صدقتيه تلاقي نفسك من غير ما تحس بقيت يهوديه اسرائيليه يا سلمى. ما يغركيش الكلام الحلو اللي عمال يقوله لك هنا انه بيداري وراه حقيقه بشعه. المجتمع عنصري بيمارس كل اشكال الارهاب وبيعيش على دمنا. قدامك فرصه كبيره قوي انك تخدمي دينك وبلدك. ما تضيعهاش. فكري وشوفي حقيقه اللي حواليك يا سلمى. وتاكدي من كل حاجه سمعتيها وشفتيها هنا. لانها كذبه كبيره قوي. ولو غيرت رايك انا بشتغل في اكس خانة. بتكلمي مين؟ بتكلم خالتي بس غريبة انها ما بتردش. طب حاولي تاني يمكن تكون في الحمام ولا حاجة. الو؟ ايوه خالتي. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله مبسوطين في شرم الشيخ. قولي لي يا خالتي. امور يا حبيبتي. انت فاكره الصوره اللي كنت بتقريها لي كل يوم قبل ما انام؟ اصلي عايزه اقولها لساره ومش فاكراها. ها؟ يوه نسيتها. ده كان زمان قوي يا سلمى. يعني مش فاكراها؟ فاكراها بس عايزه اتاكد. طيب حاولي تتاكدي وانا هحاول اكلمك تاني. ماشي يا حبيبتي. وعزت اخباره ايه؟ عزت كويس الحمد لله. ماشي خير. مع السلامة. تصور مش فاكرة الصورة اللي كانت بتقراها لي كل يوم. الدواء بتاع سارة خلص، أنا هنزل أجيب من الأجزخانة. خيفت له يوم مسجد ان كل حقواخ هو في كل شيء ايتو خيفين له الالم. لا يا شيخ لا، دول مراتي وولادي مش عدو. هدول اعداء ومالهم يهود وكلهم قواني كلهم صريخين له الم في بليئه كيفوت يا شيخ. اقعدي في الدواسر دي الولاد. حسبوا يا ولاد. يلا يلا مسكتش مسكتش لسه صريخين بس I'm gonna go get some more.
انا هقف وانتوا تنزلوا بسرعه. هتكمل تروح فين بس؟ ده اخر الكوبري. قلت لك انزلي بسرعه. حاضر حاضر. تعالوا يلا يلا. هي حاجة واللي احنا فيه ده حاجة تانية يا سلمى. تعالي شوف عربية نفتحها. نفتحهم كده ازاي؟ هعلمك لما نرجع بلدنا. يوشي خلاص يا يوشي، العربية اتقلبت من فوق الكوبري وماتوا كلهم. هزتي لخا أغربي طوفوت أخشاف توخا. المصنع ده مهجور بقاله فترة طويلة جدا، أأمن مكان استخبى فيه لحد بالليل. الدواء بتاعها وانا نسيت اجيبه. طب انا هروح ادور على اقرب اجزخانه واجي لكم. طب نيجي معاك؟ لا هنا امان بالنسبه لكم، ولو جرالي حاجه هبقى ضامن ان انتوا ترجعوا مصر. بستغرب لما بسمع ان في راجل قتل مراته وعياله، لكن الكلام ده دلوقتي ما بقاش غريب.
هرد عليك دلوقتي، تقدر تبعت رسالة. ارمي المسدس اللي معاك. معقول؟ معقول إن هي هتخلص بسرعة قوي كده؟ ومش هتلحق تشوفها كمان. هنرجع بس مش دلوقتي.